100%. والله الجو بجنن صحيح، جو عالمي، جو أكابري، سبحان الله، روعة روعة يا أخوان. اطلعوا على الطبيعة دايما، خطيتكم برقبتي، حتى لو متضايق ومهموم وعندك مشاكل وعندك سوالفك الطرمة، اطلع 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 برا على الطبيعة، حتى لو صحراء اطلع الصحراء. ولايقة لما تولع لك شوية نارة هيك وتعمل لك بريق شاي، ولا تطبخ لك طبخة صاجية روعة، شو ما تكون منظر لايق، تحس هيك قاعد وذارب كوع ومكيف. شوف هالقعدة ما اليقها بالضبط. اما بريق شاي لايق مرتب ومتكتك، وقعدة هالنار وخشب وديكورات ودنيا وعالم وسوالف لايقة، لا لا لا، هذا أصلا هذا يحارب الآن. ما بدهم شيء زي هيك، بدهم يضيعوا الجيل، انتم مضيعوا الأجيال. خليك روح اتفرج على هذول اللي بيطلعوا بثوث مباشر، هيك بدهم هم. روح اتفرج على البثوث المباشرة هاي اللي بتلاقيه بتقعد ساعتين ثلاثة انت تتفرج عليه، ما بتطلع ولا بشي، بس بسبسبوا على بعض وبتمسخروا وبتصهونوا وبتصاقعوا. عالم واقع، مجتمع واقع، مجتمع خربان، وشباب ضايع. هاي شايف هاي القعدة هون، جبت فاس، جبت شوية عدة وكذا، الحمد لله خلصت عليها يعني، نظفناها، واليوم عملت عاد بس يعني زي ما تقول سهمدة، سهمدة يعني تسوية، تسوية تراب، ما هي بلا تراب، أنا بحب التراب. فأنت شايف إنه الوضع هون عندك تراب مرتب متكتك 100%. وحطيت عاد الخشب هذا داير ما يندار زي اللي قدامك هاي اللي على الصورة، قاعد لايقة. بالليل انسى، بالليل الوضع 100%. الفوانيس هذول بظبطهن وبتكتكهن، وبعدين بنعمل شوية ديكورات إن شاء الله عشان مناسبة شهر رمضان، يعني ضوء ما ضوء شغلات هيك بنشوف يعني. بس أهم شيء اللي هو القعدة صارت مستوية، هذا أهم شيء عندي. إحنا هون ببريطانيا،